بدري والديك بيقد نونو نونو في العصرية وفقد الذاكرة. معلش ماليش بكا يا كواجا، المكان كبير حبيتان. صباح ما تقوم يا سليم، علشان بسرعة نجيب برسيم ونروح نفطر كل بهيم. صباح الصباح ما تقوم يا سليم، علشان بسرعة نجيب برسيم ونروح نفطر كل بهيم. يا بوي يا بوي يا بوي، أغراض دول ولا ضيوف؟ اهلا اهلا عزيزي العزيز ابو خيلو، النهارده يوم فظيع، يوم مش عادي خالص، يوم مش طبيعي جدا، يوم جمعه. عطى الله رسمي ماله اليوم المره ده؟ مين المضغوط اللي معاك كده؟ وات هلو هلو، اهلا يا سيدي مستر ابو خيلو، ده مستر بيكنج باودر رئيس مجلس النمل الدولي. يس يس ابو خيلو، بلا يس بلا تس. وايه دولي دي؟ انت فاكر نفسك مو صلاح يعني؟ مو صلاح في الام مصري. مستر ابو خالو، ده مستر بيكنج باودر وانا ميسس فانيليا المترجمه بتاعته. بيكنج باودر وفانيليا، ايه شغل الكيك ده؟ تجعانين ياك؟ لا لا يا ابو خالو. ثانك يو ثانك يو. على العموم احنا حدانا مش بدودو، فطيره بسوسو وعسل بناموس، لو حبيتوا تاكلوا يعني. لا شكرا يا ابو خالو. ثانك يو ثانك يو. احنا جايين عشان مستر بيكنج باودر يشوف المحميه الطبيعيه بتاعتك. ما تقولوا كده من الصبح، افكركم جايين عشان تناسبوني ولا ايه يا قمر؟ لا احنا جايين عشان الحمار الوحش الجديد اللي عندك يا ابو خيل. بالنسبه للاسود اللي زي ها واو واو، باقي الوحوش والحيوانات. يس يس احنا جايين هنا عشان نقرف في كل حاجه. والله ما في حاجه تقرف خالص غير دي، محنية طبيعية 100%، كل الحيوانات اللي فيها قربت تخلص من الدنيا، ولا ايه رأيك يا قمر؟ انا رأيي خلينا في الحيوانات احسن. الحيوانات وماله، يلا بينا. وين الذكار؟ عبرت من باش مهندس ده هيقول ايه؟ بيقول فين العربية واحنا هناخدها ماشي ولا ايه؟ لا راح اجيب لكم اخر حمار فراري في فطور الحمير بتاعي. What is this؟ ازاي حصل ده؟ والله يا سيدي وملك عليا حلفان. الجماعة دول غلطوا فين؟ فروحنا سكتنا وقلنا حمير، ولما سكتنا عملوا علينا حمير وحشية، فروحنا مستأذنين من جناب العمدة، فخدنا الفرقة الأولى شوب لشن الهجوم، وخدنا الفرقة الثانية نبوت لخراب البيوت، وفي 6 دقايق خليناها نجع تبعنا، طلعوا حمير بس مش وحشين. قوموا بينا افرجكم على الحيوانات ونلف في المحمية. باي 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 باي، ياكل ناسك منك ليه؟ اصلي الجمعة وغير الخلاجات واجي الففكم في المحمية.
بينا افرجكم على الحيوانات ونلف في المحميه. وده الثعلب ابن الهرمه، مجرود قوي مكار زي جنابك، وليه ديل طويل ودان كبيره، وعايش في الصحراء وهو متنكر ومستخبي، ودي صورته. Let's look in the wildlife park. This is fennec fox. It lives in the desert. It's small. It has big ears and long tail. ده يا سيدي شريك كلب البحر. هو طبعا بيعيش في المية بس مش سمكة، وهو بيتسوق دلوقتي، فدي صورته. Look! Wow! Sea lion. It lives in the water but it isn't a fish. ودي الكوبرا، حنش خطير قوي وسام. Be careful, cobra is a dangerous snake. ودي يا سيدي صورة حيوان الكسلان، هو حيوان مخبل وكمان كسول جدا وبطيء قوي. بتقولي سايب صورته ليه؟ أقول لك رايحين نجيبه، حلف لا يجي مشي، وبقاله سنتين في السكة ولسه ما وصلش لحد الوقت. Sloth animal moves very slowly. وده يا باش مهندس عمك شمبانزي، قرد كبير قوي وبلطجي، عايش في الغاب وحتى ملوش ديل وراه، ودي صورته عشان هو نايم دلوقت وخوفنا نصحي اكيد منه، لما بيصحى غصب عنه هيكون يمرمط في كل اللي حواليه. Chimpanzee is very big. It lives in the forest. It doesn't have a tail. وده أخوك الفنان بغبغان، يعني غلبان وبنص لسان، شايف ألوانه جميلة ومختلفة إزاي؟ Hi Macaw. It's colorful bird. I love it so much. وده خالك القرد العنكبوت، قرد زي باقي القرود بس صغير حبتين تلات، وديله طويل وبرضه هيعيش في الغاب. أمال هيعيش في ليلتون يعني؟ Spider monkey is small. It lives in the forest and it has a tail. Please make sure that you subscribe to our channel. Thank you guys. Goodbye. انا احب ارمح في الصبح ودايما ادلع بقري واجيب لانتون للدحش.